تسمية. تعالوا مع بعض نشوف برنامج مهم جدا، طبعا هو سامبل ممكن تستعمل بقى اي برنامج تاني. في عندنا برنامج اسمه كوزموس في الهندسه الانشائيه بيطلع لنا ملف اسمه A1.out، ده فيه النتائج بتاعتنا. لو جينا بصينا شفنا الملف ده هنلاقي الملف ده ملف كبير جدا، قد يصل مثلا الى 10000 سطر ولا حاجه، بيديني فوق شويه بيانات كده. هو الفكره انه هو بيحل نون لينير اناليسيز ل كولوم او بلاطه. هو بيديني هنا، خد بالك معايا، بيديني يقول لي displacement for step 1، ويديني اللود بارامتر، ويديني هنا ايه الديسبيسمنت بتاعت النودز، ويديني الديسبيسمنت بتاعت النودز. طبعا حاجات كتيره جدا، وطبعا بيبدا بعد كده يديني الرياكشنز والستريسز وحاجات كتيره، وبعدين يبدا هنا يديني احنا كنا عمالين ننزل، يقول لي displacement for step 2، ويديني اللود بارامتر، وبعدين يديني النود والديسبيسمنت. طب ايه المطلوب مننا؟ الملف الكبير ده لو تخيلت ان احنا عايزين برضه هنا الستيب نمبر 3، لو قلت ان احنا عايزين نعمل تيبل بسيط يقول لي الستيب رقم الستيب واللود بارامتر والديسبيسمنت اللي هي اكس 3 عند النود، ولتكن مثلا رقم 50، النود رقم 50 يجيب لي، يعني هو هيفعل البرنامج كله ويجي لي ياخد لي رقم الستيب واللود بارامتر والديسبيسمنت اللي هي اكس 3 عند النود 50. ازاي نعمل الكلام ده؟ خد بالك معايا، الملف ده اسمه A1.out. هنيجي هنا نقول له اوبن من على مكانه عطف1.out فور انبوت، احنا عايزين نقرا منه as hash 1. طيب الفكره بقى انا عايز الف على البرنامج كله علشان اجيب الموضوع، عشان اجيب انا عايز الف على البرنامج من اوله لاخره. خد بالك معايا، هنقول له دولوب. طبعا احنا قلنا له دولوب كده هيدنه شغال الى ما لا نهايه، طبعا لازم انهي. اقول له دولوب انتل يقف امتى، لغايه ايه؟ خد بالك معايا، في عندنا داله اسمها اي او اف. اي او اف دي اختصار اند اوف فايل، يعني اقعد قرر يا عم لغايه الاند اوف فايل. اند اوف فايل مين؟ رقم واحد اللي انت قايل لي عليه. طب كلام ظريف، خد بالك معايا لسه هنشوف. لو احنا بقى في جمله انبوت احنا كنا خدناها، في جمله انبوت ثانيه اسمها لاين انبوت. لو قلنا له لاين انبوت هاش 1 از اسد دولار ساين، لاين انبوت دي بتعمل ايه؟ بتقرا سطر كامل. انبوت بتقرا متغير، يعني لو قلت له انبوت يقرا لي ايه؟ متغير، رقم 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 رقم. لكن لاين انبوت دي بيقرا لي ايه؟ سطر كامل على بعض، يعني يقرا لي السطر ده، يقرا لي السطر ده، يقرا لي السطر ده. طب كلام كويس. وبعدين تعالوا مع بعض نشوف كده، لو جينا بصينا هنا احنا عايزين الاول هو يبدا يقرا لي سطر سطر. انا اللي يهمني اول ما يوصل عند السطر فيه كلمه displacement displacements for step كذا. هنلاحظ ان فيه في الاول خانه فاضيه وبعدين displacements for step، وفي مسافه فاضيه ما بين كل كلمه وكلمه. شوف بقى الايه الحته اللي احنا هنعملها دي. هنيجي هنا نقول له if condition الليفت دولار ساين بتاع اسد، وعدد الخانات كام انا مش عارف هشوفها، بتساوي مسافة فاضية displacement. طبعا كده خدت كام خانة، ممكن ان انا ايه عايز اشوف هي كام خانة، هروح واخدها هنا كده وابص تحت على الاعداد اللي تحت ده يقول لي ان هم 24 خانة، ما هو هنا بيديني رقم الصف ورقم العمود، يبقى دول 24 خانه. يبقى كاني بقول له لو ان الاول اربع اربع بس اتاكد ان الكلمه صح، اول 24 خانه في اسد 2 من على الشمال هي ديسبيسمنت زن اند اف. يبقى احنا كده اتاكدنا ان هو اول ما هيلاقي الجمله دي هيخش هنا. طبعا عشان نتاكد من شغلنا هنقول له هنا برنت اسد دي،
يعني لو حصل انك لقيت ان اللي على الشمال ال 24 هي كلمه displacement، اطبع لي السطر ده. تعال نشغل كده نقول له اف 5. طبعا في الاخر ممكن نقول له كلوز هاش 1. واخدين من عليه displacements for step 1، displacements for step 2، displacements for step 3. يبقى هو كده قدر ان هو هيقرا لي الاسطر بتاعت displacement. طيب انا يهمني ايه؟ يهمني ال 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 رقم الستيب اللي هو من على الشمال. خد بالك معايا، يهمني رقم الستيب من على الشمال. طب رقم الستيب من على الشمال، طب انا هاجي هنا اقول له، هقول له مثلا A1 دولار ساين من على اليمين، اسف، بتساوي رايت دولار ساين، اقرا لي اسد دولار ساين اول اربع خانات من على الشمال من على اليمين. ماشي. طب تعالى كده نخليه يطبع لنا A1 دولار ساين كده على الشاشة. يبقى قدر ان هو يعرفهم 10 1 2 3 4 10. طب كلام كويس، بس المشكله خد بالك انا هنا هعمل دايمنشن لمصفوفه اسمها ايه مثلا، عباره عن 30 صف و 3 اعمده. مصفوفه هخزن في العمود الاول فيها رقم الستيب، وفي العمود الثاني اللود بارامتر، والعمود الثالث هخزن فيه الديسبليسمنتس اللي انا عايزها. خد بالك معايا، انا هنا دلوقتي مشكله ان A1 دولار ساين دي متغير حرفي، متغير حرفي، وبس الـ A دي متغير رقمي، فانا عايز اخزن الرقم اللي هنا. طبعا في مشكله ان احنا لما نيجي ناخد هنا هنلاقي في بعض الخانات اللي على ايد الشمال فاضيه، وبعض الخانات على ايد اليمين فاضيه، فانا ممكن اعمل هنا الترم دولار ساين وار ترم دولار ساين، واقفل هنا القوسين دول. يبقى انا كده هخزن في A1 دولار ساين، هخزن فيها ايه؟ الرقم بس متخزن كانه متغير حرفي. طب عايز احط متغير رقمي في الايه؟ سهله جدا. هناخد هنا هنقول له ان الان بتساوي الفاليو بتاعت A1 دولار ساين. تعالى بقى نلغي ده كده ونيجي نقول له برنت الان بس، اطبع لنا قيمه الان بس. خد بالك هو هيعمل ايه؟ هو هيقرا السطر، يشوف لو اول 24 خانه من على الشمال فيها كلمه displacement، هيخش ياخد ان A1 دولار ساين بتساوي من على الرايت الاسد، هياخد اربع خانات ويشيل المسافات الفاضيه من على اليمين وعلى الشمال بتاعها، وبعدين ياخد الفاليو بتاعه المتغير الحرفي ده ويخزنه لي في ان اللي هو المتغير الرقمي، ويطبع لنا الان. تعالى كده نشغل. طبع لي 1 2 3 4 لغايه 13. طب كلام كويس. طب وبعدين بعد الراجل ما عرف السطر ده، انا في عندي سطر فاضي وبعدين في كلمه لود بارامتر. يبقى خد بالك معايا، يبقى انا هنا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اروح جاي عايز اقرا سطر، اروح حاطط جمله لاين انبوت، ما ده كان قريت السطر الفاضي، وكلمه لاين انبوت تاني عشان اقرا السطر المليان. لو دلوقتي جيت قلت له برنت اسد، خد بالك معايا هيطبع لي السطر اللي فيه كلمه ايه؟ لود بارامتر. طب ما احنا عايزين نفس القصه، عايزين نطلع اللود بارامتر من وسط الحته دي. طبعا ممكن نعمل تشيك ان عشان لو حصل اي مشكله يخرج. ممكن اقول له اف، او ممكن نقول ان هو ان شاء الله مش هيحصل مشكله، لان في الغالب كله الملف ماشي سيستم واحد. فعايزين ناخد ان البي، خد بالك معايا، من على الشمال، من على الشمال كده، او ناخد من على اليمين لان ممكن الشمال يزيد. هناخد كلمه هنشيل كل هناخد يعني احنا عايزين ناخد من على الشمال نلغي كلمه لود بارامتر تساوي وناخد الباقي. طبعا مش هينفع ان ناخدها من ليفت لان الليفت بياخد من على الشمال. طبعا هينفع ناخدها من رايت لان ده ممكن يطول، يعني الرقم ده ممكن يطول يطول يطول. ده انا عايز اخد ميد. طب يبقى انا هعمل ايه بقى؟ خد بالك معايا، انا هاجي هنا اقول له اطبع لي الميد، ده تيست بس، انا بعمل تيست دلوقتي عشان اشوف هاخد كم واحد. هقول له اطبع لي الميد بتاع اسد ده، واخدين بالنا؟ خد لي الميد بتاع اسد، وبعد 10 خانات خد لي 10 خانات. طبعا في مشكله عندنا هنا، زي ما بقول لك هنشوفها دلوقتي. طبعا ممكن نلغي الان
طبعا خد بالك ان انا لو عايز اوقف البرنامج اديله جملة انبوت كده اي حاجة، ما هو جملة انبوت بتوقف البرنامج لغاية ما يديك القيمة. خد بالك معايا، بص طلع له ايه بقى لما خد، طلع له اميتشر، ما هي بارامتر بتساوي زيرو. طب يبقى نزود شوية، يبقى نزود ايه شوية، يعني نقول لغاية 15 14، خد برضو لسه. طب ناخد لغاية 17، طبعا لي قيمة تساوي، انا مش عايز تساوي. طب خد لي قيمة 18، شال خالص علامة تساوي اللي جنبها. طب المشكلة كلها هاخد هنا 10 خانات، خد بالك جملة انبوت دي عشان توقف البرنامج ما يجريش مني، بوقف البرنامج عشان ما يجريش مني. طيب انا هاخد بقى 10 خانات ولا 20 خانة ولا 30 خانة، محدش عارف. طب ايه الحل؟ بص معايا، في عندنا ممكن نجيب طول، ممكن نجيب طول المتغير الحرفي. في عندنا ده اللي اسمها لين، خد بالك لين دي غير لين ال ان، دي لين اللي هي اختصار لينس. هنقول له هات لنا اللينس بتاع اسد دولار ساين، هيجيب لي طول المتغير ده. يعني تعالى كده نطبع هنا البرنت دي ونطبع قيمة L1. قال المتغير ده طوله 29 سطر. طيب ما انا هنا شلت 18 واحد منهم، طب ما انا ممكن اقول له ان L1 بتساوي او نيجي هنا نقول له انا عايز اخد L1 ناقص 18. واضح اللي احنا عملناه؟ هياخد لي طبعا، المفروض ان احنا نقول له ناقص 17 لان في واحد زيادة. الراجل جاب لي المتغير بالظبط. طب كلام كويس، يبقى احنا لو جينا هنا خد بالك معايا وسمينا له ده A2 دولار ساين، A2 دولار ساين بتساوي الميد بتاع اسد، هياخد لي من اول كل من ال 18 بقيه الباقي اللي هو ناقص 17. طب كلام كويس، وهاجي هنا اقول له طبعا هنا المفروض اعمل برضو ايه اللي احنا كنا عاملينه من شويه، اللي هي ال ترم ار ترم، لان ممكن اللي اخده يكون في مسافات فاضيه من على الشمال او من على اليمين، فانا عايز افضي المسافات الفاضيه خالص. وهاجي هنا اقول له ان بي اللي هو اللود هيساوي الفاليو بتاعت A2 دولار ساين، يبقى انا كده حسبت الايه البي. طيب كلام كويس جدا. طب انا بقى عايز انزل 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 لغايه ما اوصل للنقطه 50. طب هقول طب ممكن النقطه ما تبقاش 50، ممكن عادي عايز النقطه 30. طب هنسمي فوق فاريبل اسمه بوينت نمبر ونكتب انها ب 50. عايز النقطه 60 اكتب مكان 60 60. خد بالك معايا بقى، يبقى انا دلوقتي عايز ابدا الف، هبدا اقرا سطر 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 لغايه ما الاقي الحته دي فيها 50. هعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي هنا اقول له دولوب، ما انا ما دام عايز اقعد اقرا لغايه سطر لغايه كونديشن معين، هنشوف ايه هو الكونديشن. بص معايا، هيجي هنا لاين انبوت اسد، ما عايز خد بالك انا ده عمال اقرا فيه وما بعوزوش تاني، هيقرا اسد. طيب امتى بقى ينهي اللف او امتى اوصل اللي انا عايزه؟ خد بالك معايا، انا دلوقتي لو شفت هلاقي ان لو جينا هنا كده مشينا من الاول، ادي خانه 2 3 4 5 6 7 8 9، اول 9 او اول 8 خانات من على الشمال بيخزن فيهم الرقم بتاع الجوينت، خد بالك الرقم ده ممكن يكبر. طيب يبقى اول 9 خانات، يعني ممكن اقول له هنا ان، ممكن بقى نختصر العمليه شويه، ان بتساوي، خد بالك بقى من الحته المعقده اللي انا هعملها دي او خليها خطوه خطوه، هنقول له A1 او A3 دولار ساين بتساوي الرايت، خد لي 8 خانات من الرايت وهيشيل الخانات اللي الشمال واليمين بتاعته، ماشي. NN هيساوي الفاليو بتاعت A3. طب اللوب بتاعنا هينتهي امتى؟ لو ال NN ساوت البوينت نمبر. طبعا دي انتل، خد بالك معايا في الحته دي، هو انا بعد ما قريت السطر بتاع
الديسبليسمنت والسطر بتاع اللود بارامتر. دخلت هنا هبدا اقرا في اسطر كتيره، ويقعد يقرا في الاسطر يقرا في الاسطر يقرا في الاسطر لغايه ما يوصل، وكل مره يقرا في السطر يروح واخد اول 8 خانات ويشيل المسافات اللي على الشمال واللي على اليمين وياخد الفاليو بتاعتهم ويشوف لي. لو لقاها ب 55 يبقى اللي هي ب 50 اللي احنا هنا فوق او بالبوينت نمبر، يبقى هو كده وصل للهدف المطلوب. طيب عايزين بقى لو الان اف ال ان ان بتساوي كذا، زن زن ايه عايزين نعمل ايه بقى لو لقينا كده؟ لو لقيت نفسي وصلت للجملة 50 انا عايز اقرأ الحتة دي بس. طيب تعالوا مع بعض نعملها كده بصورة بسيطة، لان برضو ان ايه عشان نقعد نعد صعبة جدا. هنطبع لو حصل ان الجملة دي كانت هي 50 هيطبع لي اسد، كلام واضح؟ وتعالوا هنا نحط جملة input عشان توقف البرنامج. قال لي هنا line input اسد best of file، يعني الملف وصل لغاية اخره. طبعا مش متوقع ان احنا نوصل لغاية اخر الملف. طبعا برنامج وقف، انا مش عارف وقف ليه، ويمكن دي فرصه كويسه ان احنا نبدا نشوف ازاي تتبع الاخطاء. خد بالك معايا، انا لما لو جينا فران هنا وقلنا له ستارت اللي هي شيفت اف 5 او اف 5 بيشغل البرنامج كله خطوه واحده، لكن ممكن انا من كلمه ديباج ممكن اعمل ديباج للبرنامج ان انا اشغله حته حته. ادوس اف 8، بص معايا هنسافر من البرنامج ده بس عشان ايه البرنامج ده منظره كويس. لو دوسنا اف 8 بيبدا يشغل البرنامج خطوه 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 خطوه. خد بالك معايا، هو عمال يقرا في اسد ويعمل تشيك. هو انا هقعد كده اقرا الملف ال 10000 سطر ده؟ انا عايزه بس يجيب لي لما يخش جوه هنا. بص معايا، في حاجه اسمها اف 9، حاجه اسمها بريك، انه يشغل يعني لما يجي يشغل البرنامج لو عدى على السطر ده يروح واقف. يعني بص معايا، تعالى كده ندوس اف 5، تعالى ندوس اف 5 اللي هي كونتينيو. ايه اللي حصل؟ قاعد يشتغل 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 لغايه ما وصل لغايه السطر الاحمر ده، وراح الخطوه دي يروح واقف. تعالى كده نشغل اف 8 اف 8 اف 8 اف 8 اف 8. خد بالك معايا، هو ايه اللي حصل؟ في عندنا زرار اف 4 يجيب لي الشاشه، طبع لي رقم واحد، طبع لي رقم واحد اللي هو عباره عن ايه؟ عن الان، لان دي اللود بارامتر واحد. طب كلام كويس جدا. بص معايا بقى، دخل هنا، هو هنا ارى الان حسب البي، ودخل عشان يقرا الاسطر بتاع الدول، وفي الغالب والله اعلم هي دي اللي فيها المشكله. تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل. بدا دولوب وعمال يلف اهو، دولوب وعمال يلف. طب انا عايز اشوف هو بيشتغل صح ولا غلط. تعالى هنعمل حاجه بسيطه جدا. ايه هي؟ في عندنا حاجه تحت اسمها ايميديت. تعالوا نقف تحت كده ونقول له برنت اسد دولار ساين. الايميديت دي تطبع للقيم الحاليه بتاعه المتغيرات. اسد دولار ساين دلوقتي فاضي ما فيهوش حاجه، يبقى طبعا خد بالك ممكن يكون بيقرا لسه في اسطر فاضيه. هنرجع تاني للكود بيزك ونرجع البرنامج بتاعنا وندوس اف 8 اف 8. طب نقف هنا ونشوف اسد دلوقتي في ايه. اسد دلوقتي بيقرا السطر الرابع في اربعه وكذا وكذا وكذا. طيب تعالوا نشوف مع بعض، نرجع للبرنامج بتاعنا ونخليه يطبع لنا قيمه ايه 3 دولار ساين. ده ايه 3 دولار ساين؟ بياخد خانات اللي هي فين؟ من هنا. لا احنا عايزين ناخد الخانات دي بس. طب تعالوا نشوف كده الكلام ده، ويمكن دي ايه كويسه ان احنا عملناها. هنقول له اطبع لنا الليفت بتاع اسد دولار ساين وعشر خانات من على اليمين. بص معايا، يبقى هو هنا يطبع ايه دي العشر خانات. طب لو قلنا له تسع خانات، طب لو قلنا له تمن خانات هياخد ده بس. يبقى لو قلت له ليفت خد بالك بقى، شوف الغلطه هنا ايه. انا قايل له A3 بتساوي رايت، طبعا دي غلطه كبيره جدا.
هو انا بقرا اول 8 خانات من عشان على اليمين، انا المفروض اقول له ليفت هنا. طبعا واضح ان ايه غلطات بسيطه زي دي ممكن ان هي توقف البرنامج. طب تعالوا بقى نعمل تشيك تاني كده، احنا قرينا سطر، تعالوا ننزل تحت كده خالص في الاميديت ونطلع. طب ممكن نوسع الاميديت شويه، بص معايا اسد دلوقتي في النقطه الخامسه، طب ايه 3 فيها الخمسه، طب لو قلنا له اطبع لنا ان ان بخمسه يبقى كده الحمد لله بنمتنع. اكتشفنا الخطا اللي فيه ان انا كنت قايل له هنا ايه رايت إيه مش ليفت. ممكن طبعا نرجع هنا نلغي بقى ايه موضوع الاف 8 إيه، نلغي موضوع الاف 9 اللي هو البريك ده، لان خلاص برنامج ان شاء الله مظبوط. إيه هنشغل وقف، بص وقف عند السطر 50. واحد يقول لي طب انا بقى عايز اقرا القيمه الثالثه دي اجيبها ازاي؟ القيمه الثالثه دي الثانيه اللي هي واي، اسف القيمه واي اللي هي اكس واي واي 2 اللي هي اكس 2. طب عايزين نقرا القيمه الثانيه دي نقراها ازاي؟ اقول لك هنقعد نعمل شويه ترايل وايرور، هنرجع تاني الايميديت، الايميديت دي هتفيدنا شويه. بص معايا احنا هنا كنا قرينا الليفت اول 8 خانات، طب تعالى كده نقرا اول 20 خانه. اللي جاب لغايه هنا بس، طب اول 21 خانه، طب اول 22 خانه، هنلاقي جاب علامه الناقص. يبقى الرقم الثاني ده بدايته هو الكولوم ال 22. يعني انا هاجي هنا خد بالك معايا هقول له بقى اطبع لي الميد بتاع الاسد و22 و12 خانه. طب خليها 13 خانه، انا عايز اشوفه هيخش على اللي بعده ولا لسه. خد بالك 14 دخل، طب خليها 13 برضه خد الاشاره ناقص، طب خد 12. يبقى هو كده هياخد لي الرقم ده على بعضه. يبقى خد بالك معايا يبقى المد اسد 22 و12 هي دي الجمله اللي انا عايزها. هروح راجع البرنامج الرئيسي بتاعي وهنا اقول له ان الاكس ديسبليسمنت او بقى خلي لسه الاكس ديسبليسمنت وقتها ما جاش، ايه 4 دولار ساين هتساوي الميد. طبعا زي ما احنا فاكرين بنحط ال تريم وار تريم عشان لو في خانات على الشمال او خانات على اليمين يبدا يشيلها لي. وهنا بقى هيقول لي ان الاكس بتساوي الفال بتاعت الاي 4 دولار ساين. طبعا خد بالك معايا انا كده ممكن نلغي بقى جمله الانبوت دي. انا كده عملت عمل كويس جدا. ممكن ان انا يا جماعه هنا بعد ما لفيت اللفه دي اقول له برنت، هنلغي بقى كل جمل البرنت اللي انا كنت عاملها جمل برنت هنا احتياطيه. هقول له برنت، برنت ايه بقى؟ هيطبع لنا قيمه الان والبي والاكس. تعالوا كده نشغل البرنامج بتاعنا شيفت اف 5. طبعا واضح ان هو المفروض دي تكون جوه اللود بارامتر. تعال نشغل كده نحطه سي ال اس في الاول. واضح ان هو طبعا هنا طلع لي قيمه الديسبلي الستيب واللود وقيمه الديسبليسمنت. طبعا ممكن ببساطه جدا ان انا اخزنهم بقى في المصفوفه ايه، هاجي هنا اروح قايل له ان ايه ان. طبعا ممكن اخزنهمش في المصفوفه، ممكن ارميهم على ملف تاني. يعني ممكن اجي هنا اقول له اوبن على السي برضه عاطف 1 او دوت تكست فور اوت بوت از هاش 2 بقى مش هاش 1 دي 4. وهاجي هنا اخليه يطبع لي القيم دي على الشاشة مرة وفي الملف هاش 2 مرة تانية، وفي الاخر اقول له كلوز 2 وكمان 1 كلوز 2 وكمان 1. تعالوا كده نشغل برنامج كده، الراجل كتر خيره عمل لنا الكلام ده. تعالوا بقى نرجع كده نشوف هنلاقي في ملف اسمه عطفون دوت تكست، نفتحه هنلاقي فيه
لا ده ملف قديم. عطف 1 او دوت تكست في ادي الازاحيات بتاعتنا والاحمال والستيب. اظن ده برنامج نقدر نعمم بيه على حاجات كتيره جدا. يقدر بدل ما اقعد بعينيا الف في البرامج في الاسطر كلها واطلع القيم، البرنامج البسيط ده يقدر ان هو يؤدي لي هذه الوظيفه بكفاءه. اظن كده نعتبر شبه غطينا لغه الكويك بيزك، وطبعا لغه الكويك بيزك هي مقدمه للفيجوال بيزك.